السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرة اليسار الديمقراطي. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 109. فأولا وقبل كل شيء، شكرا جزيلا لكاع الناس اللي كيبارطاجيو هذا البودكاست. كنعتبرنا دعم حقيقي للمهمة اللي كنحاول نقوم بها، لا في البرلمان لا في السياسة بصفة عامة. نبدا لكم هذا البودكاست في الاول الاسبوع نهار 2 اللي اعتذرت للرئيس مجلس النواب حيت ما حضرتش في الجلسة. فوالا ثلاث كانت عندنا جلسه اخرى، جلسه تشريعيه والجلسه الاختتاميه ديال الدوره ديال اكتوبر. نبدا لكم بالجلسه الاولى اللي كتعلق بالتشريع. كانوا عدد ديال القوانين اغلبيتهم صدقنا عليهم حنا كفدرات اليسار الديمقراطي، منهم هذاك ديال الكراود فاندينغ اللي فات لي تكلمتكم عليه. قدمنا تعديلات، كاين اللي ما تقبلش، ولكن ماشي على العموم، هو نص مزيان يمكن له يخلق بدائل لتمويل لا المقاولات الصغرى الصغرى جدا ولا بعض المبادرات جمعويه ولا في اي مجال. فهاد شيء مزيان، زعما اللي ما كتكونش حاجه مزيانه حنا كندعموها. نص اخر اللي صدقنا عليه كذلك اللي كيتعلق، هذا قانون كيتعلق بميثاق المرافق العموميه، مزيان حتى هو، مزيان كنتمنى يتنفذ حيت المشكل هو كيبقى في التنفيذ. ما هو هذا ميثاق اللي يمكن له يدخل واحد النوع ديال الشفافيه في العلاقه بين المواطن وجميع الادارات، لا الادارات الوطنيه لا الادارات المحليه. فكنشكر الحكومه بهذه المبادره، ولكن غنبقى متبع حيت التنفيذ هو اللي مهم، ماشي هذا القانون. زعما قوانين، راه عدد القوانين عندنا في البلاد مي كتكون مزيانه ما كتنفذش. فهاد جوج القوانين صدقنا عليهم، كاين حتى شي اشكال، بالعكس حنا ايجابيين مي كتكون شي حاجه مزيانه. قانون اخر هذا استغربت ليه، هذا قانون كيتعلق بالمسرح محمد الخامس، المسرح الوطني محمد الخامس. قانون بسيط جدا، هو تغيير الاسم من المسرح الوطني محمد الخامس الى مسرح محمد الخامس. وعلاش استغربت؟ حيت مي كان نقاش في اللجنه وقريت التعديلات، لجنه التعليم اللي انا ماشي عضو فيها ولكن حضرت اللقاء اللي كان هذه شي بعض الاسابيع، شفت بينا جميع الفرق السياسيه في البرلمان ما كانوش متفقين على تغيير الاسم من المسرح الوطني الى مسرح عادي، مسرح محمد الخامس. فكلهم قدموا تعديلات. دوك انا كان كيبشر هادشي بالخير، انا قلت وقت انا ما متفقش بصراحة وطني، راه عنده دلالته محمد الخامس كملك البلاد اللي رمز الوطنيه ديال في ملوك البلاد، يبقى المسرح وطني محمد الخامس. اللي استغربت ليه هو ملي وصلنا للجلسه العامه كاع دوك التعديلات تسحبوا، الفرق كلها سحبت دوك التعديلات وكلهم صادقوا على تغيير الاسم باستثناء حنايا كفدرة اليسار اللي صوتنا ضد. فهذا زعما امر غريب ما كنفهموش انايا، ما كنفهمش الناس اللي كيعبروا على موقف ومن بعد كيغيروا الموقف بدون تبرير، ما فسروا حتى شي حاجه. فوالا، هادشي على المستوى التشريع. على المستوى ديال مراقبه الحكومه، كتعرفوا بان الادوار ديال النائب البرلماني هو مراقبه الحكومه خلال طرح اسئله لا شفويه لا كتابيه. حنا ما عندناش ديك الاسئله الشفويه ولكن اسئله كتابيه. طرحت على واحد جوج الاسئله، سؤال كيتعلق بتيفلت. تيفلت كنشكر المناضلين ديالنا في فدرة اليسار والحزب الاشتراكي الموحد في تيفلت، اللي هما اللي عطوني المعطيات، هما اللي كتبوا كاع السؤال. هذا الشيء كيتعلق برئيس مجلس جامعه تيفلت اللي بدا كيوزع بعض الرخص من المنزل ديالو هو والمكتب المسير، وكيقول للناس بانه يتبرع لهم هو بالمال الخاص. فهذا الشيء كتبت انا لوزير الداخليه، قلت له واش هذا الشيء عادي؟ زعما دابا رؤساء المجالس يوليو يمارسوا اختصاصاتهم من الديور ديالهم ويلعبوا هذا الدور، زعما راه هذا الشيء عبث بالنسبه لي، عبث. فكنتظر انا الجواب من السيد وزير الداخليه في هذا المجال. سؤال اخر حتى هو لوزير الداخليه على مدينه ازمور، هادو مناضلين ديال ازمور حتى هما مشكورين بطرح هذا السؤال على وزير الداخليه، اللي باغين ازمور تولي عماله. فهذا يمكن لكم تقراو جميع الاسئله اللي كانت طرحوا والاجوبه اللي كانت توصل بها، راه كاينه في البلوغ، ها هو كيبان لكم البلوغ كذلك. نهار الاربعاء في الصباح كانت اجتماع ديال اللجنه ديال القطاعات الانتاجيه، هذه حتى انا ماشي عضو فيها ولكن حضرت ليها حيت كان الموضوع مهم اللي كيتعلق بالحصيله ديال البلان داكسيليراسيون اندستريال. فهاي هو كيبان لكم هذاك العنوان، قدم لنا العرض تنفيذ مخطط الإقلاع الصناعي باللغة العربية. الوزير سي العالمي قدم سميتو الحصيلة ديالو بالأرقام، بعض الأرقام.
اللي بان لي ومن بعد انا طرحت السؤال اللي بان لي هو ملي كيقدموا الوزراء وهذا الوزير بصفه خاصه كيتكلم بزاف على الاستثمارات الاجنبيه الاموال الاجنبيه اللي كتستثمر في المغرب. فطرحت انا سؤال بسيط بسيط جدا قلت له بغينا تكون عندنا معلومات كذلك على الاستثمارات الوطنيه للفلوس ديال راس المال المغربي في مجال الصناعه ونعرفوا لا شحال الاستثمارات كتكون في العام والرصيد كذلك هذيك الراس مال الصناعي في المغرب. فهنا كذلك استغربت السؤال كان بسيط جدا ما خديتش وقت طويل تكلم ما جاوبنيش السيد الوزير. هذا زعما سؤال بسيط من ابسط الاسئله فكيفاش وزير ما قدش يجاوبني على بحال هاد الاسئله. انا بقيت تبع حيت قلت لي ما يخرجش من القاعه قال لي لا نوفر لك الجواب كنتمنى يكون الجواب حيت هادو من الامور اللي مهمه بغينا نردوا الثقه من المعايير ديال الثقه في البلاد. وبالنسبه للراس مال هي نشوفوا بان الراس مال المغربي ولا كيستثمر في الصناعه اما لا بقى كيستثمر غير في العقار ما كاين حتى حاجه. وانا بغيت يكون بعد على الاقل عندي الارقام ويكون عندنا عند المواطنين عند الفاعلين السياسيين وكذلك عند نخبه البلاد وعند جميع المواطنين نعرفوا راس المال المغربي فين كيستثمر واش كيستثمر حقيقه في الصناعه وفي التجاره وفي الصناعه بالاخص ولا مازال حشمان من الصناعه ولا ما كيستثمرش فيها. فوالا هادشي على الصعيد زعما ديال المهمه في البرلمان. كان عندي كذلك لقاء في البرلمان مع شباب من جمعيه ديال تيفلت هي اللي نظمته مشكوره ومناضلين ديال تيفلت اللي كيتحركوا بزاف مزيان كنشكرهم وهذا عمل جبار كيقوموا به اللي جمعوا بعض الشباب من تيفلت من قنيطره من سلا اللي جاوا يزوروا البرلمان وكانت مناسبه باش نتلاقى بهم واحد ساعه ونص نقاش مفتوح جاوبت عدد الاسئله اللي كتعلق ب ما يسمى بالعزوف الشباب على السياسة شنو هو دور البرلمان دور الجماعات المحلية. فهي التصويرة كتبان لكم كنشكرهم مرة أخرى على هاد اللقاء وكملوا وصلوا العمل ديالكم انتم كمناضلين راه ما كاين التغيير الإيجابي يمكن له يجي إلا من الشباب هذه قناعة عندي راسخة. فوالا كتاب الأسبوع باش نطولش بزاف يمكن طولت ديجا هذا سميتو قديم شويه ولكن حشومه عن زينب فاسيقي. كنشجعكم تقراو هذه فنانه مغربيه كتكلم على الجسد وعلاقتنا بالجسد وكيفاش خصها تكون علاقتنا بالجسد بدون اي طابو ما خصناش نحشمو من الجسد ديالنا. كذلك ديما في المجال الثقافي هاد فايت اللي تكلمت عليه البودكاست راديو معارف سيروا تصنتوا على دوك لي بودكاست بالاخص لي بودكاست التاريخيه اللي كيسجلها رضا علالي مع مؤرخين مغاربه. كاين عاد سجل واحد لي بودكاست فريمون مزيانين واحد حول المخزن شنو هو المخزن عبر التاريخ في المغرب شنو هذا المخزن اللي ديما كنسمعوا على المخزن ولكن شنو هو المخزن. واحد اخر على الحاج محمد جون بن عبد الجليل هذا خصكم تعرفوه في تاريخ المغرب كيفاش مغربي شاب مغربي اللي بدل الدين ديالو والدور اللي يلعب حتى في دور في محاربه الاستعمار. فسيروا تبعوا هادشي خصنا نعرفوا تاريخنا هذا من الاشياء الرسائل اللي كنبغي نوجهها للشباب نقراو على التاريخ نتصنتوا على التاريخ بلادنا نمشيو نتفرجوا على الاشياء اللي كتعلق بالتاريخ راه عدد الاشياء كلنا نفهموها وحتى التغيير الايجابي في البلاد خصو بعدا الواحد يفهم شنو هو التاريخ منين جاي بعدا منين جاي باش نعرفوا فين بغينا نمشيو. واخيرا موسيقى هذه موسيقى الريغي انا عندي بزاف مع الريغي كيعجبني الريغي عن واحد الجروب سميتو اينا دي يارد وموسيقى جميله جميله جدا خلي الدموع يسيل بالعربيه كتقول خلي الدموع يسيل. فشكرا على المتابعه والى اللقاء في بودكاست موبيلي. Let the teardrops fall, let the teardrops fall, let the teardrops fall from your eyes. Let the teardrops fall, let the teardrops fall, let the teardrops fall from your eyes. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall for what you have done, fall, hurting so many people, your and you have no mercy. Let them fall, let them crumble, let them fall from your eyes.